كيف تلتقط نجمة. تأليف ورسومات أوليفر جيفرز. كان هناك صبي وقد أحب الصبي النجوم بشدة. كان الصبي في كل ليلة يراقب النجوم من نافذة غرفته. ويتمنى لو أن لديه نجمة خاصة به. تخيل كيف يمكن لهذه النجمة أن تصبح صديقته. سيلعبان الغميضة سويا ويتنزهان لوقت طويل معا. وفي ذلك اليوم عزم الصبي أن يلتقط نجمة. خطط أن يستيقظ صباحا لالتقاط النجمة، لأن النجمة ستكون تعبة من السهر طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظ الصبي مع بزوغ الفجر وخرج مسرعا من منزله، لكنه لم يستطع رؤية أي نجمة في المكان. فجلس الصبي وانتظر ظهور إحداها. انتظر وانتظر، تناول غداءه وانتظر، وبعد العشاء ظل ينتظر، وأخيرا قبيل غروب الشمس رأى نجمة تلمع في السماء. حاول الصبي القفز لانتزاع النجمة من السماء، لكنه لم يستطع القفز عاليا بما فيه الكفاية. لهذا وبحذر شديد للغاية تسلق أعلى شجرة وجدها، ومد يده نحو النجمة. لكن النجمة ما زالت بعيدة المنال. ظن أن بإمكانه طرح النجمة بواسطة طوق النجاة الموجود في قارب والده. لكن الطوق كان ثقيلا للغاية ولم يتمكن من حمله. فكر أن يطير بسفينته الفضائية ويلتقط النجمة، لكن الوقود نفد من سفينته الفضائية في يوم الثلاثاء الماضي حين سافر إلى القمر. ربما بإمكاني الإتيان بأحد طيور النورس ليطير به إلى السماء حتى يصل إلى النجمة. لكن طائر النورس الوحيد الذي وجده لم يمتلك نية مساعدة الصبي. شعر الصبي أنه لن يتمكن أبدا من التقاط نجمة،
في تلك اللحظة رأى شيئا يطفو فوق سطح الماء. كانت أجمل نجمة شاهدها على الإطلاق، نجمة صغيرة، لابد أنها سقطت من السماء. حاول الصبي اصطياد النجمة بيديه، لكنه لم يستطع أن يصل إليها. عندئذ خطرت بباله فكرة، وهي أن البحر قد يجرف النجمة ويلقيها على الشاطئ. فركض على رصيف الميناء عائدا إلى الشاطئ. ظل الصبي ينتظر هناك تارة ويسير على الشاطئ تارة أخرى، يراقب وينتظر. وأخيرا جرفت أمواج البحر النجمة إلى الرمل الذهبي البراق. التقط الصبي نجمة، نجمة خاصة به.